ما انت النهارده بتتفاوض وانت ما حلتش مشاكلك، هل ده منطقي مثلا؟ ما انت مش هتتفاوض الا لو انت عارف ان في حل هتحله عشان تأيد الناس دي. النهارده ما فيش حلول، انت ما قدمتليش حلول، فانت عندك مشاكل، فانت بتتفاوض على اي اساس؟ ما لازم يكون عندك حل، يا اما انت وصلت الحل عشان تتفاوض مع لعيبه جديده. تمام. فهل انت بتتفاوض زي ما قال الكابتن محمد شو بتعمله؟ بتطمن الناس، تقول حاجة مش على أرض الواقع، وده لا، ودي مشكلتنا، تمام. إن أنت لازم تطلع تقول الحقيقة عشان الناس حتى تستوعب، الناس تقف معاك. انت شايف اللي بيتقال مش الحقيقة؟ ما فين الحقيقة؟ ما أنا عايز الحقيقة على أرض الواقع، أنا قلت لك أنا راجل واقعي، أنا ما بتكلمش وخلاص. أنا اتفاوضت مع 7 لعيبة جامدين أوي أوي أوي، خلاص اتفقنا والدنيا تمام، فين هما؟ أنا ما حلتش مشاكلي، تمام. يبقى أنا استفدت إيه؟ يبقى انا بقول للناس ان انا بتفاوض عشان بس اقول للجمهور يا جماعه نهدى شويه علينا. لا، طب ما انت تقول كلام تبقى قده. تبقى قده، تبقى طبعا صريح. طبعا، وانا قلت لك انا متعود على الصراحه، وده ما يزعلش. عندك مشاكل في النادي اطلع للناس قول ايه المشاكل، بس لما يبقى عندك مشاكل حقيقيه وحاجه صح قولها، ما تقولش كلام للاسف الكلام اللي كان مزيف. بينتشر خلال الفتره اللي فاتت على لسان مثلا ميدو احد اعضاء اللجنه الفنيه في نادي الزمالك مثلا، ما انا قلت لك اللجنه موجوده ولا مش ما موجوده؟ انا والله ما اعرفش، طيب ما ما احنا حدش عارف. انا سمعت في كل كل الاحوال. الاحوال طيب ما احنا هو سمعنا. ميدو قال ان اللجنه موجوده، وتقريبا مسؤولين في نادي الزمالك قالوا قبل كده ان هي مش موجوده، بعد كده رجعوها. ما تقدرش تحدد. لكن في نفس الوقت هو قال ان في صفقات يا جمهور الزمالك، واحنا بنجيب وشغالين ونتفاوض وبتاع وكلام من ده، وصفقات هتبقى موجوده في البطوله العربيه، ومع ذلك مفيش اي صفقه تمت. ما انا قلت لك مفيش ده حاجه. عدم، ده عدم وضوح من وجهة نظرك طبعا يعني؟ طبعا، وانا هرجع اقول لك تاني، احنا مش عارفين مين اللي بيدير النادي. مش عارفين مين اللي بيدير انا بقيت النادي. حاسس ان النادي بقى متاخد وضع يد والله. انا قلت نادي يعني انا الزمالك مخطوف، يعني بص انا بص وصفتها بكده من وجهة انا نظري. شبهتها وضع يد. وضع يد. محدش هيقرب. انا مش فاهم يعني. بص يعني انا برضو بنتكلم في نادي كبير، اسم كبير زي نادي طبعا. الزمالك، احنا مش فاهمين حاجه. مين ماسك النادي ومين اللي بيتكلم ومين اللي بيعمل مؤتمر ومين؟ انا مش فاهمها. وده لحساب مين يعني؟ لمين نادي الزمالك يبقى في الوضع ده؟ يعني انا مش فاهمها. يعني انا هرجع اقول لك تاني، انا لو بضر النادي وانا جوه وشايف ان انا السبب، انا هبعد. لو انا بحب النادي ايه سر التمسك؟ طبيعي هبعد. يعني ايه ايه؟ سر التمسك يا كابتن وائل ما بانك انا مش تكون متواجد في النادي رغم ان في احكام قضائيه ضدك بعزلك، وفي نفس الوقت بتطلع برضه بتعمل مؤتمرات صحفيه انت اللي بتاخد قرارات خاصه بالنادي وكلام من ده، بتفسرها بايه؟ هرجع اقول لك تاني، فين الناس بقى اللي ماسكه النادي قبل على نفسها الوضع ده ازاي؟ يعني اعضاء مجلس الاداره اللي هي المسؤوله دلوقتي ان هي تساير الامور، قبل على نفسها الوضع ده ازاي؟ هل احنا بننتمي لكيان؟ ممكن يكون مغلوب على امرهم يا كابتن، يعني ايه مغلوب على ما امره؟ اعرفش بس ممكن ده اللي يكون واضح يعني ايه للناس. مغلوب على امره؟ والله في ناس لا، بتفسرها كده، انا لو في حته مجبر على كده بص انا لو في حته ومجبر اسيبها وامشي. تسيبها وتمشي. طبعا. يعني ايه مجبر؟ يعني انت عايز تغرق النادي؟ لا، يعني انت لو شايف ان الطريق مجبر ده، انه يسكت، لا مجبر ان هو يكون مع راي رئيس النادي السابق. لو صح ماشي، ماشي. لو صح ماشي، هات لي حاجه صح. طيب ما انا عايز اشوف حاجه صح بتتعمل. انت فاهمني؟ انا النهارده بنتكلم في نادي مديون بالملايين، حلو، النادي فيه مشاكل. طيب النهارده مفيش حد عارف يحل المشاكل، تمام. وانت متمسك بالنادي ليه؟ عشان مصلحه النادي. ماشي. من المشاكل اللي على مدار 6 7 سنين اللي هي خلتنا نبقى مديونين بالشكل ده، مين اللي كان موجود يا كابتن محمد؟ اللجان. مين اللي كان موجود؟ هو اللي كان صح، صح؟ نفس اللي موجود. يعني انت عملت مشاكل وكل ده بالعقود بقصتها بدنيتها، حتى احنا اتكلمنا اخر مره وقلنا حتى لما جيت تبيع امام ونسبه ال 20% والقصه دي. طيب ومفيش فلوس وانت لسه متمسك. انا عايز اعرف الهدف، الناس هي اللي ترد عليا. طب رايك انا ايه في بشرح المبررات اللي بتتقال؟ فين ما فين المبررات؟ ايه في المبررات اللي مبررات بتتقال؟ اتقالت يعني في المؤتمر الصحفي، مفيش مبررات. اذا كان الكلام هي اصلا بعيده عن الواقع اي نعم، بس في الاول وفي الاخر بص مبررات بص اتقالت. بص بص ما هو اتقال ان الاستاذ حسين لبيب هو السبب في مشاكل مثلا كتير جدا، من ضمنهم مشكله شيكابالا، اصلا ما كانش موجود ايام مشكله شيكابالا. اتقال ان الخزنه ما كانش فيها مثلا غير 70,000 جنيه، وهو استاذ حسين لبيب جاب بالمستندات ان كان في 15 مليون تقريبا، منهم مصري ومنهم دولارات. اللي بيتقال ده صح ولا غلط؟ بس الورق هو اللي بيحكم في على الاخر. ارض الواقع ما فين الورق؟
ما هو الاستاذ حسين لبيب بيقول ان هو معاه ورق بكده. طيب ما طلعه، ما انا قلت لك انت فاهم، ده بيقول وده بيقول، طب ده في ورق ده ما فيش ورق، طب هو الكلام مثلا اللي بيتقال ده، ما احنا لينا عقل. تمام، ما انا قلت لك اتقال ان المشاكل دي الاستاذ حسين لبيب. طب انت النهارده استاذ حسين لبيب ده قعد 6 شهور كان في اصلا مشاكل هو ملوش علاقه بيها، انت ذكرت المشاكل دي بتاعت شيكابالا، بتاعت شيكابالا اصلا ده من 2015 2015. طب مظبوط. هو ملوش علاقه يعني، حتى انت بتحط حاجه في النص، هو تشيبونج ده من زمان قوي. طيب بتحط حاجه في النص او حاجتين ثلاثه اصلا مش حقيقيين، ده معناه ان معظم الكلام مش حقيقي، يعني مبررات مش صح. تمام. طب النهارده نادي الزمالك رايح على فين؟ هو ده سؤال محدش هل عارف هنسيب اجابته. نادي الزمالك كده؟